فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. كانوا يحجون في الجاهلية ويجتمعون في منى لا لذكر الله عز وجل، وإنما لذكر آبائهم، كل يفتخر بآبائه وقبيلته في منى. الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل هذا التفاخر بالآباء. والله جل وعلا يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فأبطل الله ورسوله هذه العادة الجاهلية أنهم يتخذون الحج لأجل التفاخر بآبائهم وقبائلهم وتعداد محاسنهم، وأمرهم بذكر الله عز وجل بدلا من ذلك، لأن الحج إنما شرع لأجل ذكر الله ولم يشرع لأجل التفاخر بالآباء والأجداد والأحساب والأنساب، هذا من دين الجاهلية. وعلى هذا فالذي يتخذ الحج وسيلة للسياسة وإظهار الفخر على الناس، ويغتنم اجتماع الناس في الحج لأجل مدح دولته أو مدح رئيسه أو ما أشبه ذلك، هذا من أمور الجاهلية. المسلمون يعبدون الله عز وجل ربا واحدا، ويتقربون إليه في هذه ويذكرونه في هذه المشاعر العظيمة، ولا يذكرون معه أحدا من الآباء أو من الرؤساء أو من الملوك أو من البلاد أو غير ذلك. هذا من أمور الجاهلية، وقد أذهبه الله عن المسلمين. فالحج إنما هو اجتماع لذكر الله عز وجل وعبادته والتفقه في دينه، وهذا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة، وقال: ليبلغ الشاهد منكم، اللي حاضر عند خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبلغه لمن يأتي بعد إلى يوم القيامة. فهذا ليس خاصا بالذين حضروا الخطبة، وإنما هو عام للمسلمين، أن يميتوا عادة الجاهلية واتخاذها للمظاهرات أو الشعارات أو غير ذلك أو الأبهات، وإنما تتخذ لعبادة الله والتواضع والتآخي في الله واجتماع القلوب واجتماع الكلمة وتوحد المسلمين، هذا هو المطلوب.